تقديم المنع الممنوعين، منع السفر. تفضل. الدرجة الثانية العطلة الخميس والجمعة والسبت تقيم لي، أقول لك عطلة الجمعة. المطلب الثالث، المطلب الثالث لا تحط لي طرز الدخان، ما بكيش تعد لي هاي مخدرات وسلاح. احنا مستمعين مخدرات وسلاح، سوي لي نظام داخل الحدود. أما الآن هسه تسمح لي بالخضرة والفواكه، وإذا عندي ثلاث أربعة أيام بالحدود خربت الخضرة والفواكه، نعم أنا طلعت خسران. هاي نقطة مشان تبولة. نعم. الحل الرابع، الأجهزة الأمنية كل واحد له دوره، إحنا خاضعين. أول إشي بتيجي تصدق غلطك جهاز المخابرات على راسنا يفتش إجراءات أمنية. أكيد. شايف خلصنا رجعنا نفتش، سجل لي ساعد المدير، رسمت طلعت. هون بش البادي بيجي بأخذ السيارة الأجهزة الأمنية. نعم. الدرك بيجي بأخذ الأجهزة الأمنية، أعطيني جوازك. الزنازل داخل الحدود هاي شيل لي إياها، المصرف إيش حطه؟ أنت مسوي رعب. أنت لما بدك تكون خلينا بشكل سريع المطلب الخامس اخوي، انا بدي اسمع كل مطالبك الان ك متحدث باسم البحر. نضل احنا كل فتره وفتره لما تصير مشكله نقعد احنا المسؤولين نحلها، ما تتفخم الامور.